السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض فيديو جديد، بما إننا إحنا في المكان هنا بقى كنا بنظبط فيه شوية، لأن أنا بقالي كتير ما جاتش هنا، فأنا قلت يعني إن شاء الله بالمرة وإحنا هنا هندبح، وإن شاء الله هقول لكم هندبح على عمر قد إيه. المفروض الفيديو ده كان ينزل لكم من أسبوع، لأن هو أنا أصلا مصوراه من اسبوع بس ما نزلتهوش بصراحة يعني. فان شاء الله يا جماعة هندبح، لان وانا هنا لقيت بسم الله ما شاء الله يعني الفراخ هنا اوزانها حلوة جدا، فقلت وانا هنا بقى بالمرة ندبح ونشوف الوزن هنا. وانا بالصدفة كده ما شاء الله يعني بشيل فرخ منهم كده، لقيت بسم الله ما شاء الله الفرخ يعدي 2 كيلو. فعلا بجد والله يا جماعة بأمانة الفرخ يعدي 2 كيلو. ده طبعا فراخ ساسو يعني فراخ لحم، هي بسم الله ما شاء الله حلوة قوي. فان شاء الله هندبح على قد ما نقدر منهم، واللي هنلاقيه كويس هنسيبه للبيض. تمام. هنا بقى قلنا نيجي النهارده كده ويعني نخرج بقى كده، الجو حر طبعا زي ما انتوا عارفين، قلت نخرج بقى هناك كده في الطراوه في قلب المكان، واحنا هناك كده بقى يعني قلنا نروي الزرع وننظم المكان شويه. فقلت طالما انا هنا بالمره بقى يعني اذبح منهم حاجه انضفها على بيت. وطبعا انتوا عارفين ان الدوره دي كنت مربيها معاكم من عمر يوم، ده اللي هي الفراخ الساسو اللي كنت جايبها عمر يوم يعني. بسم الله ما شاء الله النهارده بقى يعني بقت اوزانها عاليه وبقت حلوه. الفراخ الساسو يا جماعه اللي هي اصلا الميزه بتاعتها ان هي اصلا المفروض ما تغيبش يعني من عمر شهرين كده وابدا اذبحي. فكم مره او كم دوره جبتهم كده كنت بسيب الفرخ مثلا يعدي 3 شهور، او اقول مثلا هنسيبه هربيه عشان يجي وكده، لا ما كانش بيفلح بامانه يعني، ما كانش بيفلح معايا. كنت ابص الاقي يجي عند عمره معين كده وبدا ان هو بقى ايه يخس وصدره ينفض ومش عارف ايه، وبدا ان هو بقى الاوزان بتاعته تنزل خالص. فانا اصلا قلت هجيبهم على السنه ان شاء الله هذبحهم شاموخ يعني، وده فعلا اللي حصل. عند ما لقيت الاوزان بتاعتهم عاليه فقلت بقى هذبح هنا بقى في المكان دوت. كنت انا حاطه الدكر والانتايه، واصلا هنا البطه نايمه في قلب المكان، بس سبت معاها الدكر، بس يعني ايه احاول ان انا اشيل الدكر من معاها، لان اصلا هي كل ما بتيجي تقوم من على البيض الدكر بيهيجها وكده. فهنا بقى جبت ايه، جبت ديك وجبت بربره. بسم الله ما شاء الله بامانه فعلا لقيت البربره اتقل من الديك كمان. البربره ما شاء الله يعني وزنها يعدي 2 كيلو، فقلت دولت حلوين اجيبهم بقى ان شاء الله كده انضفهم. وهنا بقى كنت جايبه في قلب المكان هنا يعني ارانب وكده، فسيبتها في الارضيه يعني هي وظروفها بقى يعني ايه، يعني هسيبها على الارض فلحت فلحت بقى، ما فلحتش هي وظروفها. فهنا بقى قلت بدل ما اخدهم بقى صاحيين وكده اذبحهم هنا في المكان اللي انتوا شايفينه ده، واسخن لهم بقى ميه، عملت كانون حلو كده وولعت، ورحت حاطه الفراخ ورحت منضفاها. ما شاء الله يعني هنا الجو طراوه حلو، انا اصلا كنت رايحه العصريه، فقلت وانا قاعده هنا بقى بالمره كده في الطراوه انضفها، لقيت هنا صاج كده بقى وكنت سايباه هنا من زمان، قلت كويس ورحت جايبه الصاج، وكان هنا حله سايباها ورحت غسلها ومنضفاها، ورحت عامله كانون وقلت بقى اسخن شويه ميه انضفها بدل ما اخد بقى واخلي الدنيا بقى هناك كده، لا انضفهم هنا وبعد كده هاخدهم هنا. البتوع يا جماعه الارانب ديت اصلا لسه صغيره، فانا ان شاء الله هحاول ان انا اصلا اعزلهم عن بعضهم علشان ما يعشروش وهما لسه صغيرين كده، فانا ان شاء الله هحاول ارجعهم في البوكس تاني واعزل الذكر لوحده والانتاء لوحده. هنا بقى كنا خلاص بدأنا نخلص تنظيف الفراخ، وهنا اصلا تنظيف الفراخ سهل يعني لانها لسه شمرته كده وتنظيفها سهل. يا جماعه ما شاء الله يعني الديوك بتاعت الساسو بسم الله ما شاء الله يعني هي من نوع الجاهل الحلو يعني،
باذن الله ساعه ما اخلص الدفعه ديت ان شاء الله هجيب دفعه جديده. انا اصلا كنت جايباها يعني، كنت في يوم رايح اجيب فراخ بيضه، فما لقيتش فراخ بيضه، لقيت الفراخ السوسو ديت، فما شاء الله قلت لا ان هجيب منها دفعه. بسم الله ما شاء الله كانت دفعه جميله جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله يا جماعه الصدور بتاعتها عامله ازاي والاحجام بتاعتها عامله ازاي، جسمها كمان اصفر، يمكن علشان انا كنت دخلت لها دش، دخلت لها دش في قلب العلف، فما شاء الله جسمها اصفر. اللي هنا بقى يعني ايه، وانا بذبح الفراخ بالصدفه كده يعني سبحان الله، لقيت حاجه كده مكلكعه في قلب زرهم، فقلت كويس معرفش يعني هي بصراحه ديت ايه اللي لقيتها زهره ديت، دي مش حصاله طبعا يا جماعه، الحصاله جوه، بس هو في حاجه زي ما تقول ورمه هنا كده، معرفش دي بقى من حراره الجو ولا ايه، بس قلت الحمد لله يعني ان هي ايه صدفه، ودي اللي جت في ايديا يعني وذبحتها. إيه هنا دي بقى اللي ما شاء الله يعني الانتاجه كانت عندي يعتبر كانت افحل من الديك. ده الديك طبعا يا جماعه اللي انا بفتحه ده، الديك ده اللي انا هشيل منه الحاجه اللي هي المكلكعه ديت اهيت، تشوفها برده كده معايا، ودي فعلا يعني بصراحه انا اصطدمت ساعه ما شفتها، فيعني سبحان الله الديك بياكل وبيشرب طبيعي عادي ما فيش فيه اي حاجه، والحصاله بتاعته عاديه طبيعيه، بس شوفوا يعني دي حاجه زي ما تكون حاجه ورمه حاجه طالعه ما اعرفش، فده كله بقى يشال يترمى، فعادي يعني هو الديك سليم لانه كان بياكل وبيشرب وبيجري وطبيعي ما فيش فيه اي حاجه يعني. جهه الشال وبعد كده خلاص بقى يعني فبرضو يا جماعه لازم كلتنا برضو ناخد بالنا من حاجه زي دي. نرميها بقى كده على جنب، بس حبيت اوريكم عشان كلكم تخلي بالكم من حاجه زي دي برضو، يعني وانت بتيجي مثلا تفحصي ديك لقيتي ديك كاشش لقيتي ديك كده، يعني تخلي بالك من حاجات زي دي. هو هنا انا عندي الديك ما شاء الله كان بياكل وبيجري وبتنطط، وبالرغم ان انا يعني ما شاء الله لقيت اوزانهم حلوه جدا، فانا قلت بقى اجيبهم، فهي بالصدفه بقى اللي انا لقيت الحته دي كده. انا اصلا يا جماعه اتعمدت ان انا افتحها قدامكم علشان اوريكم بسم الله ما شاء الله يعني الكبد بتاعتهم، يعني تبص تلاقي يعني اي حاجه ما شاء الله كده، حاجه نظيفه حاجه صحيه. بصوا اهو هنا بقى خلصنا الفراخ تنظيف، هاخدهم بقى كده في كيس يا دوبك. بصوا بقى الكبد والقوانص بقى بتاعتهم بسم الله ما شاء الله، يعني حق الكبده بتاعتهم مورده وجميله وزي الفل. بص لان انا اصلا الفراخ دي كنت خلاص ان انا بقى يعني ايه كنت دخلت لهم عيش مدشوش، وكنت دخلت لهم دش يعني من فتره يمكن إيه